مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعينا في قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. في هذا البث المباشر لهذه الليلة اللي نتطرق إلى موضوع المجاهدين، إن كان في غزة وإن كان في سوريا وفي العراق، والجماعة الأبطال اللي يقاومون ويقاولون، وهذه الهدنة اللي لولا المقاومة كان ما حصلت. الله شاهد، كان هسه لحد هسه عندنا أسرى من إخواننا الفلسطينيين في السجون. إسرائيل الإمبريالية الديمقراطية وهذولا يعني المظلومة. طبعا نشكر الأخوة في خماس، في خماس مو خماس يسموها هم، اي، ونشكر كل القسام وكل الحوثيين وكل المضاجع ومقاولتهم وما تعته في العراق على هذا الإنجاز العظيم اللي بسببه أطلقوا سراح كل غالبية الأسرى، 150 أسير فلسطيني مقابل 30 أو 39 من الأخوة الأعداء الإسرائيليين. والحمد لله والشكر، الخسائر القليلة حوالي 15 ألف شهيد فلسطيني و50 ألف يعني مجهول الهوية أو لحد الآن تحت الأنقاض، و250 ألف بيت وعمارة وسكن تم تدميره كليا، مع يعني كل الشغلات الدرنفيسية اللي خاصة بالبيوت، ونص غزة راحت، يعني ماكو كهرباء، ماكو غاز، ماكو مي، ماكو، مو مشكلة، كلها الله شاهد على مود فلسطين هم دا يسوون، يعني الشغلة مو على مود شغلة ثانية. وكل هذه الأمور راحت على مود 150 أسير، هم طبعاً الإسرائيليين الأعداء الصهاينة إخواننا يعرفون طبعاً منو أساميهم والدي إن أي وين راحين، حتى حطوا لهم تشيب للمراقبة وين راح يطبون ويطلعون. فالمشكلة هي مو مشكلة أسرى راحة وأسرى جوي، المشكلة إخواني وأخواتي أكبر من هذا اللي دا نتكلمه أو دا نشوفه بالتلفزيونات. المشكلة بيها قضايا وأمور لا يعلمها إلا الشياطين اللي هم داخل هذه العملية. وبالمناسبة قبل ما أنسى، نشكر الأخوة في قطر على تدخلهم في قضية أنقاذ الأسرى أو المحتجزين إخواننا الفلسطينيين من الأسر، ونشكر مصر العربية ورئاسة الرئيس السيسي على هذا الموقف البطولي، ونشكر الأمة العربية والإسلامية على كل هذه الأمور، الأكل والشرب اللي دزوه للشعب الفلسطيني، وكل واحد حاط العلامة مالته واسمه ومن يا دولة بعثه. فحبايبي الشعب الفلسطيني ما محتاج أكل وشرب، كان الشعب الفلسطيني محتاج جيوشكم. نظفوا ذاناتكم أعزائي الملوك والأمراء وسيادة الرئيس وكل القيادات الحاكمة المسلمة والقيادات العربية. أحبائي القادة، الشعب الفلسطيني ما محتاج أكل وشرب، لو محتاج أكل وشرب كان صار مثل البهيمة، حالة حال غالبية شعوبكم اللي نايمة بالعسل وقاعدة تمجد بيكم وتمدح بيكم وترفع من شأنكم اللي هو ما موجود. الشعب الفلسطيني محتاج وقفة، ويسموها وقفة عربية إسلامية اللي مذكور في القرآن الكريم ومذكور في الشهامة العربية والفروس الفروس العربية، وكل هذه الأمور مذكورة عند الرجال. طبعا أنتم مو رجال، ما أقدر أسميكم رجال ولا محسوبين على الرجال،
فأخواننا الفلسطينيين ما محتاجين أكل وشرب لأنهم حشاهم مو حيوانات حتى يأكلون ويشربون. الفلسطينيين محتاجين رجولة وبطولة، ومحتاجين هذه الجيوش اللي تقعدون تتفاخرون بيها، ويوم الجيش العظيم، ويوم المعرف شنو العظيم، ويوم الدرنفيس العظيم، وهذه الجيوش اللي صرفتوا عليها سنويا مليارات الدولارات بين تدريب، وأمكم أمريكا وبريطانيا راجعتكم بال44 على مدار الساعة تشترون أسلحة وتزنجر بالصحراء وما تستعملوها إلا في حالات الطوارئ المهمة اللي تمس أمن البلدان مالتكم وبالتحديد قياداتكم. فهذا الجيش العظيم والجيوش العظيمة اللي تملكوها هي لإبادة شعوبكم، ليست لنصرة فلسطين أو قضية عربية أو قدس القدس اللي حتى الله وصى بيها والرسول وصى بيها. لا، هذا مو مشكلة. قدس شنو القدس؟ جماعة ولد محازم يقولون هذه كانت تواليت والقدس مو الحقيقية، هي بالسماء الرابعة ما أدري 16. أنا رحت، يعني من رحت أنا بدربي للجنة، من استشهدت في معركة البعير، مو الجمل، لأن ذول ولد محازم الجمل احنا نسميه البعير، ورحت للجنة يعني عبرت تتعبر السماوات وكل شيء زين. ما شفت لا قدس، وما يقولون بالسماء الرابعة وكذا، فأني عبرتهم كلهم ما شفت لا قدس ولا أبد. فهذا القدس الحقيقي اللي موجود اللي كان الرسول دائما يشيد به، وشفنا الأمة العربية والإسلامية كيف يدافعون عن هذا الصرح الإسلامي الصرح اللي كان رمز للأمة، والكل يا ريت نزور القدس ويا ريت نزور القدس. وهذه جيوش الأمة العربية والإسلامية قاعدة ما لهم شغل، يصرفون يعني على ملذاتهم الدنيوية، ما بيها مشكلة يعني مرة دينك ومرة ربك ومرة نفسك. فهذه الجيوش مجرد لإبادة الشعوب. فحبايبي الفلسطينيين، أنتوا لما تسبون القادة العرب وتسبون قادة المسلمين لكم كل الحق، كل الحق. ليش؟ لأن احنا هسه مثل ما قلنا يعني القيادة الحكيمة في قطر، لولا القيادة الحكيمة في قطر، الله شاهد زين، الله شاهد، لولا القيادة الحكيمة في قطر ما 150 أسير كان ما طلعوا. والقيادة الحكيمة في مصر كان ليه هسه 150 موجودين، اللي هم طبعا هم راح يرجعون مرة ثانية للسجن، لأن هذول يعرفون عناوينهم، ممنوعين من السفر وكل شيء، راح يرجع لمكانه. بس إسرائيل والعملية مثل ما قلنا هي مو القصة مو قضية غزة و ذول شو اسمه خماس اللي صاعدين على البايسكلات ونزلوا بالباراشوتات وأسروا ما أسروا وقتلوا ما قتلوا. وأني ما حد ذبحني غير هذه العجوزة، ما أخذيها خاطفية مسوي علامة نصر، يعني حجية باليهودي مسوي علامة نصر على شنو. المهم، فالقضية أكبر من هذه. القضية هذول خماس بإدارة إيرانية، والمخابرات الإيرانية قوية، قالوا لهم أكو مواقع، هذه بي ملفات المخابرات الإسرائيلية من يوم تأسيسها. وأنا ذكرت هذا الكلام، المبادرة اللي شي يسموها القطرية الخليجية العربية الإسلامية الدرنفيسية مع العدو الصهيوني الإمبريالي الدرنفيسي المتواجد في إسرائيل الموالية المغضوب عليها خطية من دولة خماس وغير خماس. عملية تبادل الأسرى هذا يعني شلون نقول، رماد في يعني ذرة في العيون. العملية أكبر من هذه، وهذه مال راح نمدد
الهدنة ونمدد كذا. من الممكن تمديد الهدنة، من الممكن الهدنة راح تطول أو كذا، إذا طبعا ما وصلوا إلى نتيجة مو الأسرة. يعني حماس ظاهريا، حماس ظاهريا تتكلم باسم الشعب الفلسطيني، وطبعا الشعب الفلسطيني غالبيته يكره حماس ويكره السلطة الفلسطينية، وهذا محمود عباس الخبل وكل هذا. حماس استولت على أغلى شيء بالعالم، لا يعني لا يقدر بثمن، وهو الهاردسكات للموساد الإسرائيلي والمخابرات الداخلية وكثير من المواقع العسكرية، اللي حتى غالبية الضباط والجنود الإسرائيليين ما يعرفون مكانها. هذا الكنز اللي قاعد يتفاوضون عليه هسه، ما لك شغلة بالإعلام مال حماس وإسرائيل ونقول لك راح ندخل كذا. وفي اجتماع سري تم تسريبه قالوا لهم ندخل تل أبيب. تعرفون احنا الصهاينة المتآمرين البعثية الديمقراطيين توصلنا نسخ، واحنا فهذه الملفات الشباك والموساد كلها بيد حماس، وتم إيصالها بكل أمانة إلى الرفيق المناضل حسن زميرة. حسن زميرة بإيده أعطاها وين؟ الأمة إيران. هنا المفاوضات، أنت دا تشوفون اللي دا تصير المفاوضات ما لهم شغلة ويا من دا يتفاوضون، ما لهم شغلة بخماس وما خماس. حماس مجرد أداة تدار بإيد إيران، حالها حال ولد محازم جماعة الجحش المحشي والميليشيات المتواجدة في سوريا وحزب صخام الله في لبنان والحوثيين وكل هذولا. هسه إسرائيل المظلومة، إسرائيل المظلومة المحتلة من قبل حماس، قاعد الدق والشق على ذني المعلومات بعدم تسريبها، لأن هذه المعلومات إذا تسربت وهي السلاح هسه الجديد بيد إيران، إيران بموجب هذه المعلومات راح الغرب كله يركع لها، والأيام بيننا وراح تثبت. هذه المعلومات اللي حصلت عليها إيران عن الموساد الإسرائيلي والشباك والدوائر الأمنية والاستخباراتية والعسكرية والقواعد وكل شيء، بس الأهم من كل هذا أسماء وأماكن العملاء لإسرائيل داخل وخارج إسرائيل، شبكات التنصت اللي موجودة في الدول العربية، حكام العرب المتعاملين تحت الطاولة مع الكيان الإمبريالي الإسرائيلي المحتل، مو ويقولون مو إسرائيل محتلة، بس أسماء وقادة العرب المسلمين اللي كل ساعة ضارب لرأس قصدي ركعة قربة لله، لأن خطية ما يقدر يعوف الله ويتركه، لأن يخاف الله. هذا قائد شلون يحط إيده بيد الصهاينة علن، يحطه جوا الميز مو مشكلة، الله شاهد على مود نفسه. فهذه الأسرار المتواجدة هسه في إيد إيران هذا تقدر تقلب موازين العالم كلها. فحبيبي بلا زحمة عليك تسوي لايك وتسوي شير وتسوي تعليق، لأن دولة لا ولدهم حازم دا يقعدون راحة، ولا ولدهم سلمان، ولا ولد
أم نتنياهو ولا ولد أي واحد. جماعة خماس يبلغون، جماعة ولدهم حازم يبلغون، جماعة ولدهم شو اسمه سلمان يبلغون. يعني احنا يعني على شنو نطلع؟ وين نروح مثلا؟ انتم جماعة اليوتيوب السرسرية ليش مانعين الناس يدزون سوبر شات ويدعمون كذا او حتى يشتركون بالقناة؟ ليش هيك خايفين؟ انا شو مسوي لكم؟ الله شاهد انا ما مسوي شيء غير طلع اخياس قادة العرب اللي انتم مشتريهم. يعني اللي يقول هذا غلط انقلب عليكم الخارط. هل انا ضد قادة العرب والمفلسين؟ اكتب واحد. هل انا مع قادة العرب والمفلسين؟ اكتب اثنين. خلي شوية نجر لنا مي. ها ايه زين انقلبت عليكم الخارط. فقسما بالله، شوفوا هذه اسرائيل الملعونه. ها جماعه خماس اللي تقولوا لي التعاميل صهيوني قاعد تلمع وجه اسرائيل، انا على ابوكم لابو اسرائيل لابو ساعه السوداء اللي انا انولدت بيها بالشرق الاوسط وشفت خلقكم الزفره يا منافقين يا دجالين. يعني أنا دا أقول لكم يا ناس يا عالم، اللي يتبجح بالدين ومسمي حزبه على اسم ديني هذا ترقعوه بالأربعة وأربعين. بس لا، شلون تحكي على خماس؟ خماس هذه الجبهة الدرنفيسية اللي دوخت إسرائيل بأنفاقها. وأنا كمواطن عراقي متغرب من 32 سنة ولا أحمل جواز سفر لأي بلد ولا أقدر أغادر بريطانيا الموالية لإسرائيل المحتلة عليها السلام. هذا أخ يهودي كاتب لي بالشسمة بالعبري، أهلا وسهلا، أنت من خماس؟ هذا الأنفاق، تعال تعال، هذا الأنفاق جبت لكم إياه، هذا نفق مال مليث أول ما طبي. زين انت كاتب لي بالعبري، يعني انت من جماعتنا اسرائيلي، حي الله للاخواننا الاسرائيليين. هذا نفق موجود لقيته ببيتنا، تعال تعال دور، تعال جيب الشباك وجيب الدرنفيسات وتعال. ايوه سرسريه. هذا يكتب لي عبري وهذا يقول لي انت خائن وهذا، ما يقدرون. الله شاهد والله ما دوده عندهم، دوده اكو درنفيس بيهم ما يقدرون الا يصيرون ذيول. أحشي على خماس أقول لهم ذولا مجرمين خوات شو اسمه، والله يعني لو ما ارتباطهم بإيران وهم ذيول بإيران ما أحشي، ما أفتح حلقي. بس ما طولهم ذيول لإيران، أنا على والديهم أبوهم على أبو خامنئي أبو ساعة السودة اللي حط الله إيران بصف العراق. فذولا ذيول إيران، خماس حزب زبالة الجحش المحشي بالأربعة وأربعين. هذه القناة قناة أحرار، لا ما تاج راس ولا خط أحمر، ما بيها، ما عندي خطوط حمر، ما عندي تاج راس، ما عندي أي شخص راح يقولوا لي أنت تحكي وتمدح الرئيس. بس إيه أمدح الرئيس لأن ما جابونا شيء أحسن منه، أمدح الرئيس لأن كان مسوي هيبة للعراق، أمدح الرئيس لأن كان في وقته ابن أبوه واحد من دول الزبالات يسوي له شيء أو يفر بذيله، أمدح الرئيس لأن البلد الوحيد اللي كان ما بإرهاب هو العراق. أما تقول لي هو تاج راسك، أنا ما عندي تاج راس، أنا حتى أبويا مو تاج راسي، ما عندي تاج راس. الرئيس صدام حسين الله يرحمه عنده سيئات وعنده حسنات، بس حسناته أكثر، وأنا تكلمت بيها وبكل صراحة، إن كان في لقاءات التلفزيونية، إن كان من قالوا لي أنت ليش تطلع بالصندوق الأسود، لا أنا تكلمت بما شاهدته بما عرفته بما عشته، لا زيدت لا نقصت ولا أبد.
والناس دا يقولوا لي ايش وقت يطلع الجزء الثاني؟ ما يطلع. انا شو معرفني ما يطلع. يقابل آلي فائق دعبول حتى يوميا تعال هذه ونحاسب. فحبايبي هاي الشغلات والله انا تجيني قنوات تلفزيونيه اجنبيه اي اطلع بيها. القنوات العربيه دزه ودا يكتبون ايميلات بعد الصندوق الاسود والمسبه لكلتها ما اطلع. يعني نهائيا ما لي شغل. اجنبيه اي اطلع. اجنبيه اخذ راحتي افشر اغلط اسوي. فالمهم القادة الجرب قصدي العرب سلاحهم وين؟ في مكانين. في راسهم مو هذا، اكو راس ثاني عندهم، وفي بطنهم. لا لهم شغلة لا في فلسطين ولا لهم شغلة في ما يفعلوه أولادهم حازم وعصابات إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان. قادة العرب الجرب وما يسمى بالمسلمين كلما زاد قتل السنة وبالتحديد في العراق وسوريا كلما زاد الدعم والعلاقات ما بين دول الخليج بالتحديد مع إيران. إيران ما تدخلت وأعلنت بأنه ما راح تتدخل لا في حرب غزة ولا غير غزة، لأن ما تريد تأكل مزة. الناس هناك في غزة يريدون يأكلون مزة، قالوا احنا دولة إسلامية ما نأكل المزة لأن ما نشرب بس بالسراديب اللي قاعدين بيها. فأعلنوها علنا، أعلنوها علنا، قالوا ما نشترك. ليش؟ لأن الإيرانيين العجم عندهم عقول توزن كل هذول قادة الجرب اللي متواجدين ويحكمون دولنا بالحديد والنار، وعمرهم ما تعاركوا عركة حتى بالمدرسة، وتلقي أنواط الشجاعة والميداليات اللي شايليها ما باقي. يقول لك يعني أني هتلر السماوة، أني ما أعرف من هو، دخلت الحرب الفلانية وطلعت، يعني أريد أشوف جرح أشوف هذا على هالميداليات الماخذها. يعني ما باقي يقول بس أنا والرفيق هتلر عليه السلام كنا في خندق واحد وأنا أكتب له شو اسمه الخطط. هو عركوية الجيران ما عنده، بس من دي يلبس عسكري هيبة وكل أنواط وكذا. يعني أنا من أباوع على هذا الملوك وكذا من يلبسون عسكري، الله شاهد الأنواط يعني من رفعة رأس، صدق رفعة رأس، بس يا رأس الله شاهد أنا نيتي صافية، فما أعرف أنتوا وين تأخذوا يا رأس، أنتوا بكيفكم. أنتوا لو تشوفون التغيير الديموغرافي اللي دا يصير بالعراق وفي سوريا تعرفون بأنه هذه الدول الجرب العرب والمسلمين هم سببها. ليش؟ لأن هم قووا إيران. مثلا يعني في العراق لما صارت ثورة تشرين وكانت على وشك إنهاء الحكم الصفوي في العراق، رأسا جت السعودية وسوت علاقات دبلوماسية، والحكومة العراقية المنصورة رأسا نسيت اللي كانوا يقولون مفخخات تجي منك وانتحاري، كلها نسيتها. فسوت علاقات وسفير في بغداد وسفير في الرياض ونست الأمور كلها. فرأسا بسبب هذه العلاقة اندثرت ثورة تشرين، شهداء راحت ما حد تحاسب، وبدأ التغيير الديموغرافي. يعني هسه تروح ببغداد يعني تمشي وتأثر بابن محازم ببنت محازم، والسنة يعني راح تصير طائفة اليوم، السنة دا ينقرضون بالعراق، إذا مو بالقتل بالسجون، وإذا مو بالسجون بالتهجير. أما الطوائف المساكين الباقين إن كانوا مسيحيين يزيديين ما أعرف شنو، كل هذه الطوائف والقوميات الكريمة اللي هم أساس العراق
احنا كمسلمين جيناهم قبل 1400 سنة، يعني اشتغلناهم فرنسي، شسم العراق كله دمرناه، وكل حروب وكل طيحان حظ من الله خلق العراق لليوم. كانوا قاعدين خطية نبوخذ نصر وآشور بانيبال، وكانوا قاعدين خطية ضربون بيك أمو النسين الشعب، ويعني كل هذه الأمور هذه إجاهم حي على الجهاد وطبوا لهم دقوا لقطهم وصارت زين. بس أنا عتبي على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدوى عينك أنا ابني على اسمك سميته لأن أنت رجل، سويت فتوحات سويت هذه، يرحم والديك. هسه عفت الدول كلها ورحت تفتح لي إيران، مو يعني تفتح ليها بطريقة ثانية، ولو هم فاتحين على مدار السنوات وتاريخهم، هي ما كان رحت فتحت لك دولة بها خير، كان فتحت لك بريطانيا مثلا، ايرلندا، السويد، على الاقل كان ندعي لك. هذا هسه كان احنا وين؟ ما عندنا شغله يعني. كان لا ايران كان بقت مجوسيه وطبهم مرض، خلي يعبدون نار يعبدون ما اعرف شنو يعني. جيت انت سويت لنا حبيبي سيدنا عمر فدوى عينك، انت قاعد تسمعني هسه تعرف ابني عمراني زين، سميته على بطولتك زين. انت قمت هسه ما يخالف، انت رحت احتليتها وكسرت راس كسره وحطيته بش اسمه مات المجوس، بس فدوى لعينك يعني. ما اختاريت الا الحسين يزوج بنته له، من ذاك الوقت لليوم ما نسونا اياها، ولد ام حازم لعبة وخلقة بينا على مود هذه، ما ينذكر لا الحسن زين أولاد زين أولاد الحسين إيش كانوا، مو عمر وكذا زين أولاد البقية علي مو كان عند عمر وعند أبو بكر، شو ما ينذكرون حتى باللطميات وبالصخامات ما ينذكر علي شو اسمه الحسن، دائما دائما بس الحسين. ليش؟ لأن الحسين سوى شقلبان ويا بنت كسرة، يعني تعرفون سبايا كانوا زيادة حلوة أيام السبايا. طبعا الحج يكيف على شغلة السبايا، سيتمنى احنا كإسرائيليين وكذا محتلين نسوي هجوم على إسرائيل وناخذ المجندات، أول ما يستفاد بالعالم الرفيق الحجي وزير أوقافنا والشؤون الدينية في القناة، لأن كيف الخريبة تنترس الله شاهد حج أنا مالي شغلة، هذا يعني النظرة العامة المأخوذة عنك. هسه قطر حبيبتي، أنا دولة قطر أنا أحب شعبها واحترمه، بس أنا إذا أحكي ويا الرفيق المناظر أمير قطر، حبيبي أنت يعني هذه دولتك الله مطيها خير زين، هذا الخير لو تخليه شعبك، يعني أنت تجي تدخل نفسك في أمور درنفيسية ما لها شغل بيك. صح أنا أعرف إيران مسيطرة عليك وإيران تقول لك سوي وإيران تسوي وهذه، بس ما يخالف أنت أولا أمريكا وراك، بريطانيا وراك، حاميتك قواعد أمريكية، فإيران ما تقدر تسوي لك شيء لولا يعني مساعدة إيران وأمريكا وكذا، يعني هذه المسائل السياسية الدرنفيسية بيناتكم زين. أنت مثلاً ليش قاعد تتوسط لهذه الجاسوسة اللي لزموها في العراق الإسرائيلية وعارضين مبلغ 50 مليون، 50 مليون دولار لإطلاق سراح هذه الجاسوسة الإسرائيلية اللي تحمل الجواز الروسي وهي بالأصل كذا وكذا، المهم هسه عملية هي جاسوسة مو جاسوسة، بس انتو ليش تدخلون مثلا؟ يعني هسه مثلا خلينا نشوف ندحج اذا عندي اللي شو اسمه نشوف التدحيشة ماتي زين. هنا أنا قطر تقود مفاوضات سرية بين كتائب حزب الله واسرائيل بغية الافراج عن طالبة الدكتوراه الروسية اسمها فتشيدر نفيس شبير المخطوفة في العراق
من قبل أمين عام الكتائب أبو حسين الحمدان المحمداوي، وهو قيادي كبير كبير في الجحش المحشي. أنا دا أقرأ لكم يعني هذه المعلومة، الله شاهد كله على مود الفلسطينيين. زين، رئيس جهاز المخابرات القطري وصل بغداد وتفاوض شخصيا مع المحمداوي بحضور ابنه زيد وشقيقه أوقد. أنا أعطيكم معلومات الله شاهد كله على مود القيادة، يا قيادة مو مشكلة عندي. كتائب حزب الله طلبوا مبلغ 250 مليون دولار. الوسيط القطري قال لهم لا توجد جهة تدفع لكم هذا المبلغ الكبير لأنها باحثة وطالبة دكتوراه مدنية وليست مسؤولة حكومية. هذا من دا يقول له؟ الوزير القطري دا يقول له دا يتفاوض ويا الميليشيات حزب الله. الله هو وحزابه ما راح الله. بعدين يعني عندي رسالة لك. فقال له هذه طالبة دكتوراه وليست مسؤولة حكومية، روسيا لا تهتم لها ولن تدفع دولارا واحدا أمام إسرائيل تهتم بهذا الموضوع لأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية. أنتوا رفاقنا في القناة، أنتوا قاعد تدحجون وتسمعون لو بس قاعدين تسولفولي بالدولمة وهذا طبخت وشتريقت وكذا، فأنتوا اسمعوا زين بعدين احكوا لي بالطبخ أكفر. سافر الوسيط القطري وعاد إلى الدوحة ولم يتوصل إلى اتفاق مع كتائب حزب الله. الله يغضب عليكم لا أبو سعد السعودة شفتكم. إلى اتفاق مع كتائب حزب الله لأنه قال لهم سأدفع من جيبي 25 مليون. هذا من هو الوسيط القطري؟ حبيبي أنت وسيط قطري من جيبك راح تدفع 25 مليون؟ زين مو هذا خطيئة نزار الخارط فد ورقتين يسوي لك إعلان مجاني؟ زين أنت قاعد ويا جماعة حزب الله من جيبك الخاص تدفع 25 مليون؟ زين وهذا ما رفضته الكتائب. زين 25 مليون تعال انت مين ل 25 مليون؟ هو انت باوع عليك تشبه القلم الجاف وخلصان يعني ما بدب. عبيد تاخذ طيارة تجيب لنا هذا الوسيط القطري توديه للرضوانية زينه صفر تخليه يندق فلقة لحد ما يعترف هذه 25 مليون يقول له من جيبي لعد انت بجيبك ايش قد. ورا ما تخلص التحقيق توديه لابني خليه يحط راسه بالمنقنة، ولا هو ما عنده راس يحط راسه بالمنقنة ويفعصه وهم تبقى البهات وحزب الله يطلع من عيونه. سرسرية 25 مليون يقول له انا من جيبي ادفع لك اياها على اساس قاعد بمطعم وقول له حسابك واصل. يا بالإسرائيلية علي يقول لا الله شاهد علي الليل علي الحساب واصل. لا يا سرسرية يا سفلة هذا العرب. فقال له وهذا ما رفضته الكتائب جملة وتفصيلا. كتائب الله شاهد ما يتنازلون، دول كتائب مال الله، الله محتاج فلوس فهذا الحزب ماله قاعد يدزوه يلموله تعرفون يوم القيامة وشغلات فلوس يراد لها قاموا ببلاش من على والديكم. الآن في الدوحة انطلقت مرحلة جديدة من المفاوضات المباشرة بين وفد إسرائيلي ووفد من كتائب حزب الله برئاسة أوقد محسن فرج الحميداوي. الله شاهد على ملي شغل الملقب أبو أوفا وهو الشقيق الأصغر لزعيم الكتائب أبو حسين الحميداوي محمداوي النعالاتي نعل على والديكم على هالأسامي. المهم
الذي يدير عدة شركات سفر وهمية، ومنها شركة أرض المسل للسياحة والسفر، وشركة فدك اللي شو اسمها اشتغلوا أمة محمد فرنسي بيها السياحية، وشركات صيرفة في مختلف محافظات العراق. هنا في مختلف المحافظات حكومة السوداني الأرجنتيني اللي هو طبعا حامي الحمى هذا السوداني، يعني بامبو سوداني ايه يلعب ب ما اريد اقول بغير مكان، بس الله شاهد انتوا راح تعرفوه. ايه ساخذكم يا العرب يا ابوكم يا ابو السواكم. حكومة السوداني تمولها من خلال البنك المركزي، تبيع لها الدولار تحت سعر السوق لكي تستفاد ماليا وتمول الكتائب. حبيبي بايدن ددعج هذا المترجم الزمال اللي قاعد يمه، خلي ترجم لك حرفيا لان دي يوصل لك يا غلط وانت من انا الله غاضب عليك طرش الله برضى الله. فمن نقول لك حبيبي افتح مطعم كباب قبل ما يجيك ترامب، هم يسوي كباب وهم يسوي ذولا كباب، فاسبق اسبق يعني سوي لك شو اسمه. ايه طائرة قطرية خاصة نقلت ابو اوفل والوفد المرافق يعني ايه له من مطار بغداد الى مطار الدوحة. افيا مطار الدوحة كله شي صاير، بس واحد شي يسوي؟ الله شاهد كله نضالا وتقبلا وتقربا للات في اسرائيل المظلومة، نصرة للشعب الإسرائيلي الفقير. وكغنبلة ثانية هم راح أعطيكم إياه فد شوية، لأن هذا الشعب المسكين الإسرائيلي الفقير المتماسك الصهيوني الإمبريالي. زين بس واحد شي يسوي؟ الله شاهد احنا دا نوصل لكم المعلومات. فنقلته للدوحة. رئيس جهاز المخابرات القطري تعهد بعودة أبو أوفا سالما إلى العراق وحمايته من الخطف، إذ الموساد الإسرائيلي عند نية خطف أبو أوفا على أساس هو شو اسمه يعني ما يعرفوا خطيه خطفوه من اللبة بالعراق. لا خايفين عليه بقطر، يعني الله شاهد يعني هناك في قطر الأمان المستدام على كل الرفاق البعثية أول شيء، وكل المعارضين اللي كانوا في الحكم في ليبيا، يعني لما شكوا شلة كلها بقطر، يعني قطر خطية تبيع نفط وغاز وتطي لهذا وتطي لهذا، ويعني فديوم الشعب القطري خطية الشقيق الرفيق المناضل يقعد الصبح يلقي خماس قاعدة ببيوتها. ها حبيبي شتريد؟ والله صارت هدنة وإحنا يعني طلعنا من فلسطين وجينا نقعد وياكم. فهاي عادية الشغلة، فترقبوا أخواننا في قطر ماكو أي مشكلة، ما طول عندكم هنية وقاعد في قصور هناك، فتمهدوا والتحقوا به والقصور موجودة والشقق موجودة والرفاهية الغاز لكم كل شيء لكم ما يخالف. زين المفاوضات تجري بسلاسة بعد أن نزل أبو أوفا في السعر المطلوب إلى 100 مليون دولار فقط. يعني رايحين دي يتناقشون على رأس هايشة، يعني أنت من تروح للطولة زين ويوم العيد تريد تروح تأخذ لك رأس خروف، يعني خروف أنتم من أقول رأس أنا أعرف نيتكم تقعد بزاوية شوية، صفوا نيتكم غسلوها بصابون عرفوا من أنا أقول رأس ما أقصد غير شيء، دا أقول رأس غنم رأس هوش سريع ما تصير لكم شارع عرب أدكم الرأس بغير مكان. فالمهم فنزلوا السعر إلى 100 مليون. زين عاد وفد الكتائب حزب الله بسلام إلى العراق على متن طائرة قطرية خاصة، يعني دولة قطر صايرة شركة سياحة، روح تجيبوا الإسرائيليين جيبوا الحميداويين جيبوا الجيش جحش المحشي
بعثية جيبوهم، هذول أطلقوا سراحهم من الأسر روحوا جيبوهم. يعني أدري هي قطر كلها شكبر حتها لامة هذه. المهم مو مشكلة، تطور إن شاء الله يمدون ويسوون سواتر. أبو حسين الحمداوي وافق على العرض القطري الجديد وهو 50 مليون دولار. يعني شوفوا، يعني ويقول لك الميليشيات مو خوش وادم، يعني 250 مليون تفاوض. يعني شوف الناس الطيبة والناس اللي تكرم وتقيم العمل الدبلوماسي للقطريين والإسرائيليين المظلومين. زين، يعني أنت من تشوف قطر خطية، هذا وزير الخارجية مدير مخابرات، يعني مسوي مطار الدوحة خري مري، مثل يعني تأخذ باص من العلاوي للنهضة، لأن ماكو كراوي وشغلات. كل هذا وأنتوا بعدكم تحجون على قطر، ليش يعني كل هذه المفاوضات؟ يعني يقول له 25 مليون من جيبي أنا أعطيك إياها حبيبي أبو يوسف، فيقول له هذا من جيبي إلك 25 مليون. زين، شوف يعني شوف السخاء، وأنتوا تحجون على الميليشيات، تحجون على الميليشيات. شوفوا التفاوض إيش قد حلو، نزلوا من 250 مليون، طلبوا 150 مفاد، الرأس ب 100 مليون. يعني الرأس يعني مال هذه مالت يا أخوان، رجاء من أقول رأس صفوا النية. فنزل فهسه قابلين بالعرض 50 مليون. يلا، يعني من تقول لك الميليشيات ما عندهم غيرة ما عندهم شرف، شوف أنتوا هذه يعني شوف الأسعار عندهم إيش قد كذا. تتذكرون من جو الصيادين القطريين، وكانت في وقتها ملحمة على الجحش المحشي والميليشيات، ورادوا يخلصون عليهم أمريكا. فالقطريين الله شاهد ما قصروا ويا الميليشيات، نزلهم كم قطري والله دي يصيدون. يعني السعودية بها صحراء، الإمارات بها صحراء، وأكو صيد بكل مكان. لا إلا دزوهم لهنا على مو شنو، يخطفوهم جماعة الميليشيات، وبعدين دزون طيارة خاصة مليانة فلوس، اللي قال 500 مليون واللي قال 200 مليون. المهم هذه الملايين هم راحت للميليشيات، الله شاهد نصرة للعراق. فحبايبي ابقوا على هذا النهج، ألف رحمة على والديك أمير قطر، أنت ما مقصر وبيض الله وجهك مثل ما اسمه، وأبقى مستمر، أبقى مستمر. يعني أنا كعراقي تريدني أجي لقطر؟ أشو أنتم ما تريدون بقطر؟ أنا شو مسوي لكم؟ الله شاهد أنتم مرة يعني أسأل الرفيق أبوك، أبوك طويل العمر، أنا يا مو كنا قاعدين بنفس الفندق بال95، هو والشيخ حمد وزير الخارجية، اسأله قل له تعرف لطيف يحيى ولا لا؟ تتذكر حتى مثل ما يقولون المصريين بالأمارة، يوم التوديع من دي رجعون يحررون قطر. زين، اجى الوالد جماعة وياه كانوا خدام ما اعرف شنو، شايلين سلة كبيرة كلها حلويات ونساتل من هاروتس، وجابوها لابني عمر وسلموا علي وطوني رقمهم الخاص. قال راح تسمع يا ابو عمر، لان انا كانوا هم الجناح مالتهم يمي، وكنت اني اروح اشرب قهوة يمهم ومن يدزون. يعني الله شاهد، شوف يعني هالقد ما الله موفقكم، يوميا طائرة خاصة تروح القطر وتجي تجيب اللحم وتجيب الروز وتجيب كذا. يعني بأنه لندن ما بيها لحم ولا بيها روز، فتروح طيارة يوميا جابة. فأني هم يعزموني نقعد نثرت، مو يقول لك يعني بيناتنا زاد وملح. فأسأل الوالد أكو زاد وملح بيناتنا؟ الشيخ حمد يعرف بقطر اللي كان وزير خارجية، كنا أصدقاء وخوش ناس. فأني يعني كرفيق مناضل إله، اسأل الوالد قل له مو أنت صديقك وكنت شهر كامل
بيناتكم زادوا ملح وكذا. ورحت عليه وقلت له أبو عمر راح تسمع خبر حلو، والله ما فات يمكن كم يوم وكان أسمع الخبر الحلو، سوى انقلاب على أبوه، الله شاهد. وحتى أبوك الله شو اسمه جدك الله يرحمه مات هم من أجل لندن، أنا ويا قعدنا دا نحشي، لأن هو راح على واحد يسوي سحر وما سحر، وأنا كنت قاعد هم صديقة لأبو مريم الله شاهد خطي الله يرحمه، قال له إيش قد ما تريد تسوي لي فتشي على مود ترجعني للحكم. فخطية جدك أبو مريم الله شاهد، زين الله شاهد راد يرجع للحكم، شوف عيني هذه أقسم بالله، تعرفون سووا بي أبو مريم الله يرحمه والله فيلم. قال له تروح بالغرفة الثانية وتنزع ملابسك، فقال الخدام مات أبو مريم كان عنده خدام، فترسول البانيو حار مي حار، تعرفون إيش حط بي؟ زعفران والله العظيم زعفران وكركم والله العظيم. راح قال لي أبو عمر من رخصتك، أنا قاعد بالصالة دا أتفرج تلفزيون، ورا ساعة كان يجي أبو مريم كان قصير القدوته خطية معاق يلهث. قلت له أبو مريم، قال لي هسه يجيك الشيخ. طلع الشيخ لونه يشبه البرياني. قلت له أبو مريم ما سويت فيه؟ طلع أبو مريم حاطه بالبانيو ويا الزعفران ويا مسوي برياني على أبو دا يقرأ لي رجع للحكم. فأي الله شاهد، أسأل جد يعني جدك بالله مات ما تقدر أسأله، أسأل الوالد قل له لطيف مو شاهد على كل شيء، مو حتى إذا سوي كتاب هسه يصير المسخرة، فالله شاهد أنا ما أحكي بس للجمهور هنا أنا. اي فجدك خطية سواه برياني، ابو مريم سواه برياني، الله شاهد اقسم وروح ابويا صحيحة هذه القصة قدام عيني صارت، وروح ابويا الغالي بس نسوي لكم انتو قطريين والله العظيم حكومتكم والله حلوة. زين قال لي ابو عمر راح تسمع خبر كلش حلو، ما راح سوى انقلاب على ابوه، خطية ابوه اجى البريطانية، يعني تبادل ادوار. فالمهم أبو حسين الحميداوي وافق على العرض القطري الجديد وهو 50 مليون دولار بشرط عدم ذكر ذلك لوسائل الإعلام لأنها تؤثر على سمعة المقاولة في العراق حسب قوله. عاد هذه المنجتي إلي وأني أحفظ السر ما أحكي بسألكم، يعني بيني وبينكم الله عليكم أنتوا 600 ألف مالكم شغل، لا تسربون البيان، أنا دا أحكي لكم يعني كأصدقاء بيني وبينكم. والرفيق حسين يخاف، يعني الرفيق حسين يخاف من تشويه سمعة المقاولة والمماتعة، بعدين يقول لك هذول مجرمين وكذا ويخطفون ناس، الله شاهد. يعني شغلة جت يمي وانت تعرفوني أنا طباب خير، أوصل لكم المعلومة وانتوا بكيفكم بعد اتطشوها سوى يعني طباب خير. فيعني قال لهم أنا أقبل بالخمسين مليون بس بشرط ما تضيعوها ولا تقولون على مود السمعة مات المقاولة والمماتعة. أي طبعا هسه نجيكم جماعة المقاولة. كتاب حزب الله تحاول أن تضرب عصفورين بحجر واحد، وهو الفوز بالصفقة المالية والسمعة الجيدة داخل العراق، بحيث طلبت تمرير خبر الإعلام إلى كتائب حزب الله لم تطل الأموال لتحرير المخطوفة الروسية، بل طلبت تحرير أسرى فلسطينيين غزاويين، وهذا حسب قول الحميداوي، وسيرفع من أسهم الكتائب زين الكتائب داخليا ويفيدها في الانتخابات المقبلة لأنها دخلت العمل السياسي في العراق. الله الله أي باخ على قولة سليمان جدرية من كان ياخذ الفلوس والله يقول لي إيدك بيد محمد، أي باخ إيش قد طيب أنت يا أبو عمر أي باخ. المهم ف
هذا اللي صار حرفيا زين في جماعة المقاولة والمماتعة. حتى تقولون أبو عمر ما يسوي خير زين، أنا بالنسبة لي طباب خير، إجاني هذا السر وما فضحته. أنا دا أحكي لكم إياه كأهل كأصدقاء، دا أوصل لكم إياه يعني بيناتنا الحكي، يعني رغم أنا خوما دا أحكي على بث مباشر، لا الله شاهد أنا كله على مود العراق زين. يعني دولة حزب الله أخذوا 50 مليون، بس قالوا الحزب الله في لبنان بأنه يقولون للقسام والخماس احنا راح نطلق سراحها مقابل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين. ما شاء الله لك، شنو هالنباغه وشنو هال، يعني انتوا الله شاهد فد ناس صدق طيبين. يلا اخوان الكل تروح تنتخب هذولا، هذولا ناس شرفاء. اولا نزلوا التسعيره من 250 الى 50 مليون، وقالوا للصحافة لا تكتبون، قولوا احنا راح نطي هذه السلسرية الجاسوسة مقابل اطلاق سراح الفلسطينيين. الله شاهد، شوف الفلسطينيين 70 سنة قادة العرب تاجروا بيهم، العرب تاجروا بيهم، وسائل الاعلام تاجروا بيهم، ما بقى واحد ما تاجر بيهم. هالمرة الميليشيات دا تاجر بيهم، ايران تاجر بيهم، يعني هذا الشعب خطية ترى. يعني حتى لو هسه هم بداية الإسلام هم كان طلعوا من الإسلام هالقد ما تاجروا بيهم. أما الخبر الثاني اللي أحب يعني أنقل لكم إياه، وهذا هم سري الله شاهد، يعني لو ما أعزكم وأحبكم يعني حكي بيناتنا، بس رجاء لا تنقلوها، لا تنقلون هذا الخبر الأحد، يعني حتى ليس يقول تشويه سمعة، ها أنت حاسد وأنت يعني الله شاهد. أنا يعني لولا حبي لكم ما أعطيكم أي معلومة، لأن أعرف أنتوا تضمون السر، فأسمعوا هذا الخبر. يا الله، اللهم اجعلنا من طبابين الخير دائما، ونحب الخير وجمع الشمل بين يعني الأمة محمد. أنا هذول أمة محمد صدق أحبهم، يعني يوميا محبتي يعني تزيد لهم يوم بعد يوم. أمة المليار يعني فعلا تموت على خيار، يا بتعالوا ماكو نهائيا، ما فد يوم طلبوا شيء من أمة المليار ما سووا لي أبد نهائيا، أبد أبد ما فد يوم طلبوا أمة المليار شيء منهم ما سووا لي. فأني لهذا أني دائما معاكم، أسراري شغلات يعطيكم إياها، وأعرف بأنه من أحكي سر لكم ما طلعوا زين. فهذا السر يعني هم يعني أكو واحد تاجر كبير جدا، تاجر كبير مع احتراماتي للدول اللي أذكرها، أنا ما أذكر هذه الدول، ما أخص بيها الشعوب، ما لنا شغلة بالشعوب. أنا يعني طباب خير للسياسيين والناس اللي يتاجرون بقضية البلدان ويصيرون يعني أمريكان أكثر من الأمريكان، صهاينة أكثر من الصهاينة، درنفيسيين. فأني بيناتنا الحكي هذا سر ضمه، اللي راح يضم السر أنقلب الخارط هسه، اللي راح يضم السر يكتب واحد، واللي ما يضم السر يكتب اثنين. خلي شويه نجر لنا شعب، ها اي والله الله شاهد. اي عافيه، لا حفاظين السر انتوا الله شاهد، حفاظين السر. لا ما طول وعدكم وصلنا، فخلص يخلص البث، دير بالكم تطون هذا الخبر بأي صفحة. أنا يعني بيناتنا يعني إيش وزعوه، بس بيناتنا مثل ما أنا سريتكم أريدكم أنتم هم يسرون أصدقائكم بالصفحات، وأصدقائكم هم يسروهم في صفحات ثانية حتى الخبر لا ينتشر. ليش؟ خوفا أهم شيء السمعة.
أكو تاجر في الإمارات اسمه محمد العبار. هذا محمد العبار عنده شركات لا تحصى ولا تعد، ملياردير، يعني ملياردير. شاف إسرائيل المظلومة خماس راحت ركبتها، فخطية أخذتها النخوة العربية الدرنفيسية. تعرفون أنت دائما النخوة العربية تغلب على رجال الأعمال وخاصة المسلمين وخاصة اللي آمنون بالله ورسوله وخاصة اللي يروحون للحج، يعني وخاصة اللي يفترون دار مدار الكعبة، يبوقون ويفترون دار مدار الكعبة مثل جماعتنا، يعني كل ما يبوقون يروحون للحج وبعدين يجون يزورون الحسين، فكل سرقاتهم راحت وكل درنفيساتهم الشغلات اللي كلها راحت. فهذا الرفيق محمد العابر هذا رجل أعمال وعنده شركات وعنده شغلات، يعني فار الإمارات والدول العربية والعالم. فمن سمع بأنه إسرائيل المضطهدة من جماعة حماس، تسمعون، وشاف الاقتصاد الإسرائيلي قام يتدمر وأمور كثيرة هم كانوا يسهلوا لي في أعماله، قام مثل هذا وزير الخارجية القطري قال له من جيبي أدفع لك 25 مليون، هذا لا، هذا تبرع من جيب الخاص 170 مليون دولار. أنا مالي شغل، الله شاهد، أنقل لكم الحقيقة وسر يعني بيناتنا إن شاء الله. 170 مليون دولار تبرع للقضية الإسرائيلية. فلسطينيين شنو بيش الكل الفلسطينيين؟ زين، أنا ما أحكي. فكان الاتفاق يعني بينه وبين إخواننا الإسرائيليين المضطهدين في تل أبيب، الله شاهد، كله على مود القضية الإسرائيلية. فقام تبرع 170 مليون، طبت إلى الأرصدة الإسرائيلية بشرط عدم ذكر اسمه يعني بالإعلام أو كذا. فتعرفون أنت الإسرائيليين مظلومين دائما، يعني إحنا دائما أنتوا المسلمين تقولون دولة خبثاء ودولة ما أعرف شنو، هذول الإسرائيليين مو خبثاء، مساكين، بس هذه حماس السرسرية. زين، ذولا خطية الإسرائيليين قاعدين يحتفلون وطابين ودي يشربون وعرق ومرق وهذا، أنت شو لكم شغلة تجون بايسكلات وهليكوبترات وما أعرف شنو؟ المهم، فدخل عليهم قال لهم ما تذكرون اسمي وأنتوا تقولون لإسرائيل خبثة، لا راح أثبت لكم مو خبثة. ليش؟ لأن دائما عندهم رد جميل حلو ويحترموه. ليش؟ كل الصحف العبرية حطوا صورته بالواجهة. ونشكر رجل الأعمال الإماراتي محمد العابر على دعمه لدولة إسرائيل المحتلة وشعبها الفقير، هو ايش كاتب؟ وشعبها الفقير في تل أبيب، هو كاتب لمساعدة الفقرة في تل أبيب. شفتوا أكثر من إنسانية هذا الشخص العروبي البطل اللي رفع رأسنا، بس يا رأس ما اريد احكي لان احنا في بث. زين، فهذا العروبي لا فلسطينيين شنو غزه تذبح، هذا شنو يعني؟ شو هم يعني؟ هذول هم جوي اعتدوا على اسرائيل، فمثل ما يقولون اي رفعت راس. يا راس بس الحج يعرف، وزير اوقافنا، وهو صاحب شركه امريكانو صناعة الأغذية وكذا، وأنتوا مطابخكم كلها موجود منها، هذا يعني هذا أمريكان، كل شيء الفول هذه كله هو إنتاج شركته. ها، فأني كطباب خير أنقل لكم الواقع العروبي الإسلامي وكيف تدار الدول الإسلامية العروبية وكيف تدعم القضايا
يعني هذه خطية إسرائيلي المسكينة الفقيرة قاعدة شافية خيرها شرها. يقول لك خماس السرسرية جماعة الحفر والأنفاق يموتون على الحفر، أي شيء بينقرة يموتون عليه، الله شاهد يعني أمه وجماعة ولد محازم أي شيء حفرة شيء توبي. فهذا خطية تبرع 170 مليون، يعني هذا لو أمه إسرائيلية وأبوه إسرائيلي وهو مولود في إسرائيل هم الإسرائيلي كان ما سواها. بس دائما العرب والمفلسين يحبون التظاهر، يحبون الفخفخة، لأن هذا يعني التبرع السخي. يعني والله العظيم أنا من قريت زين قريت الخبر باعتبار يعني صهيوني لليد، ها مو كاتبين على يده، مو رحت لإسرائيل، إيه رحت رحت أنا التقيت بالأبي الكبير، يعني هو الراس الكبير، أنا هذا دائما الروس الكبيرة ألتقي بيها. ما يجي لي واحد وزير ما ايش اسوي بيه؟ لا انت تروح للابي اللي هسه جماعه ولد محازم وجماعه العرب والمفلسين الاسلاميين زين يتوسلون، مو يشوفون الرئيس، يشوفون عالي الرئيس. انا الرئيس دز علي زين، رئيس إسرائيل المظلومة دز علي وشوفت لكم إياه وفيديو منشور على حسب الأصول. فقاموا الأبطال المناضلين سووني عميل وسووني ما أعرف شنو، وانت قاعد تدعم شسمه القضية الإسرائيلية وتطعن بالمقاولة والمماتعة. والله من دان على أبوكم، لا أبو المماتعة، لا أبو المقاولة، لا أبو إيران، لا أبو كل من يقول أنا مقاوم. ماكو، إحنا هسه في نهاية العالم، ماكو شيء اسمه مقاولة ومماتعة بعد. أكو تجارة، أكو تجارة، استعرض بضاعتك أنا شقد أعطيك، هي هذه المقاولة والمماتعة المنتشرة. جماعة خماس الروس مالتهم هم لا تأخذون، يعني الروس مالتهم قاعدة بقطر وتركيا دافعين دول الشباب على بنحرر وما أعرف شنو، روحوا موتوا، روحوا تأسروا، روحوا تشلغموا، روحوا تبعرروا، احنا مقضين. يعني إسرائيل اللي منتشرة في قطر ومنتشرة في دول الخليج ومنتشرة في تركيا وكل الدول المطبعة مع إسرائيل، يقول لك احنا نريد نصيد القادة زين القادة موجودين في 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 تركيا والقادة موجودين في قطر وقاعدة مخابرات للموساد موجودة في قطر والقاعدة الأمريكية اللي انطلقت منها الطائرات لقصف واحتلال العراق موجودة في قطر. يعني هل من المعقول ما يقدرون يجيبون الروس الكبيرة، الروس الكبيرة مال خماس، مو روس مال هذه شو يسموها اللي تطلع لي بالتيك تيك اللي تحب روس بس عراقية ما أعرف ليش. فهذه اللعبة الخايسة اللي ما يحبون واحد مثل اللطيف العبد المسكين طباب الخير اللي قدامكم يحكيها لكم. ليش؟ لأن يعرف الأفلام شلون تدار، وهذه القنوات اللي فاتحيها على مجم دولار هنا وهنا تختلف عن هذه القناة. ليش؟ لأن هذا مو معيشتي عليها، مثل الزبالات اللي متواجدة على كل الصفحات تقريبا، لا مضمون لا كذا ولا أبد. أني أخذ الأمور الطرق السياسية بهزلية بسخرية، لأن إذا قعدت حكيت لكم إياها بطريقة سياسية راح يصير عندكم كآبة وراح تكرهون الحياة. فأنا أحاول بطريقة سخرية، سخرية للقادة اللي يقودون هذه العمليات الخايسة ويتصورون غالبية الشعوب بأنه
عشانكم مطايا ما يفتهمون ويعتبرون نفسكم نفسهم من الأذكياء. ولهذا أنا أوصل لكم إياها بطريقة تعتبروه إحنا بالعراق يسموه تحشيش عراقي. أنا أوصلها بطريقة سهلة ليش؟ حتى توصل للمثقف وغير المثقف وللعالم والجاهل يفهمها. يقولوا لي ليش تفشر؟ أنا هذا لساني، لا تصير أمير المؤمنين براسي وعلى أساس خطية أنت تقعد من الصبح الله أكبر وسبحان الله وما أعرف شيء وما مفشر بحياتك. شوف احنا العرب وخاصة العراقيين اذا ما تفشر ما يعطوك الجنسية بالعراق، اذا ما تفشر وجماعة كذبة وما كذبة وللهذه ما يعطوك جنسية عراقية، وحتى العرب اذا ما تفشر ما يعطوك جنسية، فهذا تمهيد. فلا تقعدون تخرطون براسي وتصيرون انتوا اهل الثقافة واهل العلم واحنا اللي كل شيء ما نفتهم. هذه العمليات اللي قاعد تدار هسه هذا الشرق الأوسط الكبير، حكيتها أنا قبل ما تصير غزة، تتذكروها لولا من قلت لكم العملية قاعد تحاك وراح تدار وراح تصير. وهاي غزة هي بداية المزة للأمة العربية، يعني دولة قادة الجرب والمفلسين اللي يسمون نفسهم هم قادة فضحوا نفسهم وبنفسهم، وهسه مستعدين يدفعون المليارات حتى أساميهم لا تنكشف، وإيران راح تبتزهم لآخر سنت في حساباتهم حتى بس أساميهم لا تنكشف، وتعاونهم مع إسرائيل من عشرات السنوات. فالتفاوض الجاي مو تفاوض أسرى، باكر إسرائيل تطلق جميع الأسرة روحوا طلعوا يلا ولوا، بس يعرفون وين هم ويعرفون إيش وقت يجيبوهم مرة ثانية، راح يخلوهم أما ما يسافرون، يعني فلسطيني بيش يسافر؟ جوازة ما معترف به ولا السلطة الفلسطينية معترفين بها ولا أبدا. زين يطلقون سراحهم، خلي إيه بيضوا السجون، إيه بيضوها راح يجيبوا لهم صباغ يقعد يصبغ لهم أبيض، بيضوا السجون وبعدين أساميهم دي أن أي وين يطير بالعالم يجيبوا كل عالم، كل العالم مع إسرائيل. يعني ماذا تشوفون؟ ماذا تشوفون؟ لا تقولوا لي شعوب قاعد تطلع وشعوب دة الله، ما يخالف، مهم الشعوب اللي انتخبت هذول الحرامية اللي بالغرب والسرسرية والسفلة اللي يقودون الغرب، هم في 2003 مليونين ونص بريطاني في شوارع لندن وكل بريطانيا قالوا لا تروحون للحرب، وهذولا هم اللي منتخبين هذه القادة، فلازم هذه القادة تسمع كلامهم. بس هل سمعت كلامهم؟ لا، توني بلير حط ايده بيد بوش المنتخب وراحوا واحتلوا بلد عضو في مجلس الأمم المتحدة ومن مؤسسي الأمم المتحدة بدون أي قانون دولي أو قانون من مجلس الأمن نهائيا، وبعدها أمريكا تعترف بأنه دولة محتلة وبريطانيا تقول دولة محتلة، وراحوا دمروا بلد الحضارات وجابوا ولادهم حازم والميليشيات سلموا لهم إياه. القضية يا ناس والله العظيم، يعني هسه خلي بعيد عن الشقة، القضية عقائدية. قال لك احنا شلون ندمر الدين الإسلامي؟ أنا مو متدين ولا أشتري فلسين، كل هذول أنا عندي الله والرسول سيدنا المسيح أي نبي الكل على راسي أحبهم واحترمهم، بس أي شيء تحتهم بالأربع أربعين ما يهموني، ما عندي يعني أناقش أكفر بيهم ما لي شغل بيهم، بس أنا من داحشي هذولا يعرفون السني. شوف السني، السني الحقيقي مو السني اللي أبو التقية،
هذا خطر عليهم، وشافوا الإسلام دا يزيد بالغرب، وشافوا الإسلام دا يجتاح. قال لك شلون نوقف هذا المد؟ جيبوا أولاد أم حازم اللي هم بحياتهم، يقول لك هذولا شيردون، هذولا مو خطر علينا، هذا الطي لطم، الطي خط هريسة، حتى لو بنص لندن ما راح يجي يسوي له شغلة، ولا راح أصلا يغثنا، بالعكس يدفع فلوس للبلدية ملايين الدولارات على مود يطلع، وعلى مود يسوي هريسة ويخوط هريسة، يلطم يبكي يقصب نفس الشغلة مو يمنا. هذولا هم راح نسميهم الإسلام الحقيقي. أما السنة كيف نقضي عليهم؟ نخلي ولاد أم حازم بالعراق يقصبون بيهم يقتلوهم، في سوريا نفس الشيء، في اليمن نفس الشيء، في لبنان نفس الشيء. وبعد الاجتماع السري لعلي خارمنائي مع قادة الحرس الثوري اللا إيراني أو الإيراني بتحرير القدس عبر الكويت والسعودية، فالكويت والسعودية تحضروا أنتوا هم سنة، ويقول لك إيران تدعم خماس والقسام، نعم تدعمهم بالمال والسلاح، تعرفون ليش؟ راح أقول بطريقة جدا بسيطة، لأن الحماس وما أعرف شنو محسوبين على السنة، فإذا ماتوا طبهم مرض، ماكو شيء بيناتهم مات، هذا حسب التفكير الدرنفيسي الصفوي في إيران، ندعمهم بالمال ندعمهم بالسلاح، الشغلة مو يمنا، خلوا إسرائيل تقضي عليهم بس الشغلة مو يمنا. أنتوا شفتوا قبل ما هذه تصير الهدنة، زين أنتوا يعني الخماسيين ويا إسرائيل سويتوا هدنة، زين أنت أبو حزب اللات أنت شلك شغلة بالهدنة؟ ها؟ لا متفقين على تبادل أسرى ولا كذا لبنان، مالكم شغل، أنتوا من كيفكم أعلنتوا إحنا منسوي هدنة نصرة لإخوتنا الفلسطينيين، زين على عيني وراسي نقول أنتوا حدودكم ويا إسرائيل ما يخالف كذا، زين أنتوا جماعة المقاولة والمماتع، لا أنتوا بإسرائيل ولا شمرتوا لكم در نفيس على إسرائيل، دزيتوا أبو طيزان هذا أبو إسرائيل قعد ضرب تشريب باقلة ولازم شو اسمه ألو وكذا، الله شاهد يعني بوقت الفيديو أرعب نتنياهو، الإمام نتنياهو يقول لك راح ختل جو البطانية خربان ضحك، زين يقول لك ماكو أبو عزرائيل قاعد ولابس هذا العرقشين مال أمه، زين وأنا من قلب الحدث وأنا سوف كذا، وقال لك طبل تل أبيب ونزعهم وكل شيء، يعني المهم أمور درنفيسية سواها، وضرب التبولة وتمتع في جنوب لبنان وافتر على المطاعم، ومن رجع في العراق شالوا بالصلوات كأنه أمير المؤمنين فاتح الفاتحين، اجا ودخل وأول ما راح للمطعم ياخذ صور، ومنا يقول أنا ما عندي بيت وأني كذا وأني فلس ما عندي، وصعد لسيارة $250,000 وسيارة ثانية حماية هم ب250، هذا نص مليون، هذا ما عنده بيت، زين إذا عنده بيت لعلش عنده، المهم احنا الله شاهد عيني باردة عليه، ألف عافية لأن عندنا شعب قندرة ابن قندرة عدا اللي كم واحد زينين، شعب يستاهل دق الـ44 اللي خلى واحد مثل السبتة تنقاني ومثل السطيل والحكيم وأبو عزرائيل وأبو طرزان وأبو الحميداوي وما أعرف شنو يتحكمون بشعب خايس مثل هذا، فتستاهلون. أنا رجال احتفل بطريقتي الخاصة، احتفل والله، كان عندي انا نشرت فيديو اليوم على التيك توك، زين الحملة الإيمانية اللي البارحة كنت مسويها في بريطانيا
الموالية وبالتحديد لندن المظلومة. حتى سويتها يعني كارثة، ويعني حتى زينبيات كانوا ورانا يشربون عصير قرنابيط قربة يعني للمعصومين. فأنتوا السرسرية باسم الإسلام دمرتونا، باسم الإسلام أنتوا جماعة المقاولة والمماتعة فتحتوا أبواب جهنم علينا إحنا اللي في الخارج. تسفير العراقيين والسوريين والعرب وأي شخص مسلم شكله مسلم، إقامات قامت تنسحب، تسفير قام يشتغل، العنصرية دا توصل 300%، الشعوب الغربية قاعد تطلع مظاهرات ضد الأجانب بسببكم، لأن أنتوا تراون الإسلام اللي ينشاف من وراء، مو الإسلام الحقيقي اللي بيتسامح. وحتى الرسول كان متسامح مع المسيحيين واليهود وقال لهم لكم دينكم لا إجبار في الدين. فبسببكم يا أخوات الشسم ما أريد أكمل لأن إحنا في جلسة إيمانية، فبسببكم طاح حظ العراق، طاح حظ الدول الإسلامية، قام ما حد يحترمنا، قمنا نستحي نقول إحنا مسلمين، قمنا نخجل نقول إحنا من الدول العربية بسببكم يا قادة العرب الجرب والمفلسين. لأن أنتوا يا قادة العرب الجرب والمفلسين لو كنتوا على قلب واحد مثل ما أمركم الرسول ما كان لعبوا بينا الغرب اللي عايش على ثرواتنا، عايش على ثروات بلداننا، وأنتوا خانعين وحاطين روسكم جوا أحذية الغرب. هذه بريطانيا لا بها إنتاج، لا بها نفط، لا بها غاز، لا بها ولا نعال، كل شيء بها، شلون معيشة نفسها؟ على شعوبكم أنتوا، على دولكم، على دولكم يا الخليج، تبوق بنفطكم، تبوق بنفط العراق، ومعيشة شعبها، ومعيشة بلدانها، وفاتحة مشاريع براسكم، وأنتوا حايريلي. هذه شو يسموها رفيقة اللي تطلع لي بالتيك تيك، ميرا ما أعرف شو اسمها، ميرا ما أعرف إيه، زحفيلي على ميرا وتسألوها على أسعار مالتها بيش الراس مال خس اللي تروحون زين، وتزحفولي على صدور وطويل العمر، كل ما العمر ماله يريد يكسر يجي يطول هنا في بريطانيا زين، وسيادة الرئيس كل ما يضوج يصعد طيارته الخاصة ويروح يلعب جولف مثلا بفرنسا، وعلى هالرنة. وانت الشعوب ابقوا، الله سبحانه وتعالى سوف ينجينا. شي نجيكم؟ شي نجيكم؟ حتى الله طفر من بلدانكم، يعني احنا الله في العراق ما موجود بعد، انشال نهائيا، حتى تفل على العراق وقاس ساحة السودة اللي خلقت هذا البلد. انت شو وقت تشوف العراقي يصلي من يفلس؟ انت شو وقت تشوف الجامع مليان؟ ها شو وقت تشوف الجامع مليان من العراقي يفلس؟ بس صار عنده كم فلس واشتغلت الملاهي والدق ورقص يوميا ينزل الله. هذا احنا العراق، يعني هذا العراق والدول العربية، والله العظيم هو هذا العراق. يعني احنا على ايامنا، أيام النضال، كنا الناضل، يعني الجوامع مالتنا كانت في فندق الرشيد وبابل، ويعني ميليا منصور، من كان هذا الزمال يقول أنا كنت أغني بالعباسي. إذا تروح لأي جامع في العراق راح تلقي اللي بعمري هسه، يعني هاي ستينات وفوق، مالي تشوف لك شاب كذب كذب، الشاب ملتهي بلبولة ويريد يشرب ويطربق. وهذه هسه ليش الجوامع مليانة؟ لأن مفلسين، فيروحون العراقي من يفلس يروح يدعي الله، يا الله يا رحمن يا رحيم بشوفني، حتى يخلي يباوع على الله يبكي يا حبيبي يا الله، وبس الله شوي يفتح له مجال زين ويوفق بشي قفص له على كم واحد، رأساً انعافت الصلاة
الجامع ملا شغلة بي، قعد بالملهى، وقف له واحد وراء وصورني بالتيك تيك ونشر الفيديو وشوف سيارتي وشوفه كذا. وإذا جت موجة والله دفرة مرة ثانية تلقي بالجامع قاعد. والله الله بس اعطيني هاي الفرصة، والله أنا كنت غلطان، اعطيني فرصة ثانية. أدري هي بكالوريا ودور ثاني على مود تنجح، أدري هي يعني امتحانات والله يعطيك دور ثاني ويقول لك يلا ما يخالف. فهذا حالنا بالدول الإسلامية والمفلسة، هذا الغرب عايش على واردات بلداننا. لو الدول العربية الخايسة سادة النفط من 7-10 ومهددتهم وتحكي بلغتهم لغة التهديد، كان هسه أمريكا والغرب كله ركع لكل هذول يسمون نفسهم ولاة الأمر والسلاطين والملوك وسيادة الرئيس وكذا. بس هم هذه قادة العرب والمفلسين يستحقون قنادر رؤساء وزعماء الغرب تندق فوق راسهم، لأن ما يستحقون الاحترام، لأن ما احترموا نفسهم. وفي النهاية اللهم بعظمة جلالتك وأسماءك الحسنى وكل أنبيائك ورسلك احفظ قادة الأمة الإسلامية ملوكها ورؤسائها وزعمائها في ثلاجات الموتى بحيث الكهرباء مقطوعة، ولا حتى رب الكهرباء توصلهم، حتى محولة ما عندهم. قولوا آمين. تصبحون على ألف خير. شعب شعب.